وفي عيادة المرضى فوائد، فوائد للعائد وفوائد للمعود. أما العائد فإنه يؤدي حق أخيه المسلم، لأن من حق أخيك المسلم أن تعوده إذا مرض. ومنها أن الإنسان إذا عاد المريض فإنه لا يزال في مخرفة الجنة، يعني يدي ثمار الجنة حتى يعود. ومنها أن في ذلك تذكيرا للعائد بنعمة الله عليه بالصحة، لأنه إذا رأى هذا المريض ورأى ما هو فيه من المرض ثم رجع إلى نفسه ورأى ما فيها من الصحة والعافية عرف قدر نعمة الله عليه في هذه العافية، لأن الشيء إنما يعرف بضده. ومنها أن فيها جلبا للمودة والمحبة، فإن الإنسان إذا عاد المريض صارت هذه العيادة في قلب المريض دائما على قلبه يتذكرها، وكلما ذكرها أحب الذي يعوده. وهذا يظهر كثيرا فيما إذا برئ المريض وحصلت منه ملاقاة لك تجده يتشكر منك وتجد أن قلبه ينشرح بهذا الشيء. أما المعود فإن له فيها فائدة أيضا، لأنها تؤنس وتشرح صدره ويزول عنه ما فيه من الهم والغم من المرض. وربما يكون العائد موفقا يذكره بالخير والتوبة والوصية إذا كان يريد أن يوصي بشيء عليه من الديون أو غيرها، فيكون في ذلك فائدة للمعود، فائدة كبيرة.